بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن أمراض القلب عند الحامل وأمراض الدم أيضا. طبعا أثناء الحمل يزداد حجم الدم، لذلك فإن طبعا القلب يبذل مجهودا كبيرا في ضخ الدم إلى أنحاء الجسم. طبعا أن القلب السليم يستطيع التقلب على هذه الظروف، وطبعا لكن القلب المريض لا يستطيع الاستمرار بالوظائف الصحيحة والسليمة في تلك الفترة بسبب ازدياد حجم الدم في جسم الحامل. طبعا نحتاج إلى نوع من أنواع العناية التمريضية لهذه المريضة، ويجب مراجعة الطبيب مباشرة عندما تحس المرأة الحامل بأي إحساس في الجسم، بالذات يعني سرعة النبض أو بطء النبض قد تؤدي إلى نوع من أنواع الاضطرابات القلبية بسبب ضخ الدم في الجسم وكميته، ونوع الضغط الجسمي اللي موجود يعني في جسم الحامل. وننصحكم يعني بمراجعة الطبيب فوراً في المستشفى، وإن شاء الله يعني تكون عند مختص لهذا الموضوع، وتكون الموضوع سليم إن شاء الله. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.